تفضل استاذ. ولا يهمك، فيك تقعد تشرب شاي. لا استاذ، يسلم ايديك. ابو جميل قال انك كنت بكراتشي امبارح. استاذ انا ما لحقت اني خبرك، بس اضطريت استعمل سيارة المكتب، انا كتير اسف. ما في مشكلة، هالسيارة فيك تعتبرها لألك من هلأ، بس بكل الاحوال هي مانا للاستخدام الشخصي. عادي ولا يهمك. هلأ خبرني انت، شو اخذك عكراتشي؟ في شي؟ في خبرية مو منيحة. قلي شو القصة استاذ. المدام جيهان عطتك عمرها.